ثمة أجور ذكرها عز وجل في القرآن، وأعظم ذلك أن الله وعد على الإيمان والعمل الصالح الجنة، وثمة أجور أبهمها الله، أبهمها أي لم يحددها لم يعينها. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لم يقل الله جل وعلا هنا ما هو الأجر، لكن لما أخفاه جل وعلا وهو رب العزة دل ذلك على أنه شيء عظيم، لأن القرآن يدل على أن الشيء المخفي أعظم من الشيء الظاهر بقرينة قول الله عز وجل في السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واضح الآن؟ قال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فجزاؤه فأجره على الله. يقول بعض أهل العلم: لا يكفي العفو فقط، لأن الله ذكر حالين، فمن عفا وأصلح، قالوا يعفو يتنازل عن حقه، وأصلح يطيب خاطر من تنازل له، يطيب خاطر من تنازل له، إما أن يعينه إما أن يهديه هدية، يعني يزيد على مسألة العفو. فإن وصل إلى هذه الحالة، لأنك قد تعفو ويقول: من عفوت عنه إنما استحيا ممن قدموا معي، لكن عندما تصلح حاله بهدية أو بغيرها يطمئن أن لم يبق في النفس شيء، وهذا يدل على علو مرتبتك وكمال خلقك. فلما بلغت هذه المنزلة كان أجرك على من؟ على ربك الذي هداك إلى هذا الصنيع. فقال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا كله بلا شك يرغب في مسألة العفو. والناس هذه الدنيا لا تستحق كل ما تراه في الناس من عناء. يقول أبو الطيب: صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، ربما تحسن الصنيع لياليه لكن تكدر الإحسان. وذكر أبياتا: إن الناس يؤتون من قبل أنفسهم، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. المقصود إن الناس ينبغي أن يتحلى بعضهم مع بعض بالعفو. وقد كان المأمون، وقد مر معك هذا كثيرا، يحب العفو، حتى كان يقول: أخشى أن لا أجر عليه، من كثرة ما يحب العفو، يعني يصنعه طبيعة جبلة. وفي أخبار العرب الشيء الكثير، لكني لا أريد أن أقف عندها.